هزول في اللون، يومكم سعيد، نهاركم مبروك. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من قهوة وجرنان. لمن لم يقرأ الجرائد الوطنية لنهاري اليوم في هذه الصبيحة الماطرة سوى فيه بأهم ما جاء في صدري الصفحات الأولى. الجرائد الوطنية اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017، والبداية بأهم حدث ميز الساحة الكروية أمس، إقصاء أو الإنجاز العظيم الذي حققه المنتخب الوطني وحققه رفقاء محرز بالإقصاء من الدور الأول من منافسات الكان 2017. يومية النهار كتبت يارو راوا: قد حان وقت الحساب، خطة المدرب لكانس المطرود من تونس حولت نجوم الخضر إلى كرعين المعيز. حسب الجريدة: وإبراهيمي نشعر بخيبة أمل كبيرة ولا أجد ما أقوله لشعبنا. في موضوع آخر: سيور تقتل شخصين وتفحم آخر بصفعة أو بسعقة كهربائية، تسخيف بيع الغاز بأربع قارورات لكل عائلة وفتح مقاعد بيداغوجية للإناث في كل مدارس إشبال الأمة بداية من سنة 2018. في جريدة البلاد: في الحدث الكروي إقصاء مبكر للخضر من المنافسة، درس الغابون. تقول جريدة البلاد: الجيش يطيح بخلية إرهابية ويدمر قذائف صاروخية، وعبد الملك سلال: وفرنا كل الظروف لضمان تشريعيات نزيهة ونظيفة. جريدة المشوار السياسي: هكذا تمكن بوتفليقة من تحقيق توافق في تونس بين نداء السبسي ونهضة الغنوشي. لقاءات متكررة بين بوتفليقة والغنوشي تدخل في إطار تعزيز العلاقات، والخضر يخيبون أمال الجزائريين. الاستقالات الجماعية لا تخيف قيادة تاج حسب الجريدة، وجمعية علماء المسلمين تندد بممارسات وزارة التربية. في جريدة صوت الآخر: حان وقت الحساب، روراوا ينفي تعرضه لاعتداد بباريس، وليكانس يحمل المسؤولية للتحكيم، ولد عباس يقسم بالله على محاربة أشكارا، وولد عباس طلب سيكون لهم تمثيل في القوائم الانتخابية. في عرض الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة في ناحية الوسط: لا نوقف أي تابعين لطائفة الأحمدية لحد الآن. مضيف غلق محلات الأعشاب الطبية: سيضع حدا لتجاوزات الطب البديل، وهذا ما اشترطته الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات على السودان. وعد فلاحي: يكتب السلفية المدخلية خطر على الجزائر وعلى الإسلام أيضا. التدفئة بالمدارس الابتدائية: في جريدة المساء، التلاميذ يغيبون والأولياء يحتجون، وبلديات لم تتحرك قبل الشتاء. إنشاء مصارف إسلامية وفق مرجعية قانونية والدينية في ملف سيرفع إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد أبو عبد الله غلام الله، يكشف عن هذا المشروع. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا بعض ما جاء في صدر الصفحة الأولى للجرائد الوطنية، شيء من تفاصيل حول هذه الأخبار، ولكن كالعادة بعد فاصل قصير. يارو راوا: قد حان وقت الحساب، فشل المنتخب الوطني الجزائري في حفظ ماء الوجه والخروج بشرف من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 من دون تحقيق أي فوز في الدورة الأولى وفي الدورة 31 للكان التي كان مرشحا فيها للتتويج بالكأس، بعدما عجز رفقاء محرز عن الفوز أمام احتياطي المنتخب السنغالي وتعادلوا معهم هدفين لمثلهما في ملعب فرونز فيل ضمن الثالث مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا. وبهذا يكون قد حقق المنتخب الوطني إنجازا عظيما لكأس أمم إفريقيا بخروجه من الدور الأول. في الصفحة الرابعة من جريدة النهار وفي موضوع آخر: بالنسبة لتقلبات الأحوال الجوية، سيول تقتل شخصين وتفحم آخر بسعقة كهربائية. نقرأ في الصفحة الرابعة من جريدة النهار: تسببت سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن في العديد من الحوادث المميتة وغرق العديد من المواطنين، حيث حصدت الوديان ثلاث ضحايا خلال 24 ساعة، في حين حصد غاز أحادي أكسيد الكربون ثلاث وفيات هو الآخر. كما عرفت مختلف مناطق الوطن انهيار عدد من المنازل وترسبات المياه، إضافة إلى غرق أحياء بكاملها بسبب السيول. نذهب إلى موضوع آخر: مقاعد بيداغوجية الإناث في كل مدارس أشبال الأمة بداية من سنة 2018. الصفحة الثالثة من جريدة
النهار. تقول كشف مدير مدارس أشبال الأمة لواء هوام عبد العزيز عن إمكانية فتح مقاعد بيداغوجية جديدة خاصة بالشبلات في الطور المتوسط والثانوي بالمدارس موزعة عبر التراب الوطني. وقال بداية من السنة المقبلة سنة 2017 مشيرا إلى أن الطالب يسمح له بإعادة البكالوريا مرة واحدة فقط أو يتم توجيهه إلى صف الضباط في حال اختياره مغادرة المدرسة فيكون ملزما بدفع مصاريف سنوات الدراسة. إلى ملف الحج والعمرة، مأكولات جزائرية وفنادق على بعد 900 متر فقط للحجاج في سنة 2017. إلى الصفحة الخامسة من الجريدة، ألزم الديوان الوطني للحج والعمرة المتعاملين السعوديين المتعاقد معهم لضمان الإعاشة والإيواء والنقل للحجاج الجزائريين بتوفير النقل والإيواء للحجاج وتوفير مأكولات جزائرية من خلال الاستعانة بطبخين جزائريين للإشراف على طاقم العمل وكاد التكفل به من خلال شراء تذاكر السفر والإيواء والتعويضات المالية. كما تقرر أيضا منع المتعامل مع أو التعامل مع الوسطاء والسماسرة في مجال الإسكان. من جريدة البلاد إلى جريدة الحوار، القضاء يعيد فتح فضيحة الطريق السيار شرق غرب وتقول غول في عين الإعصار. الصفحة الخامسة من جريدة الحوار، عادت فضيحة طريق سيار شرق غرب لتطفو إلى السطح بعدما قبلت المحكمة العليا طعن النيابة العامة في ملف القضية وحالتها على محكمة الجنايات من جديد مع إمكانية استدعاء الوزير السابق للسياحة والأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول لسماع أقواله وحتى طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه في حال طلبه كشاهد أو متهم في القضية باعتباره كان المسؤول الأول عن القطاع حين تفجير القضية. في جريدة وقت الجزائر، هكذا تسللت الأحمدية إلى الجزائر، كثر الحديث عن المذهب الأحمدي القدياني في الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث خرج وزير الشؤون الدينية وممثل الأئمة عدة مرات للحديث عن توجه الدين الغريب عن الجزائر القادم من أعماق الهند سيما أو بينما أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال أسبوع واحد أتباع للأحمدية بكل من العاصمة وسعيدة كانوا يقيمون طقوسا غريبة ويسعون إلى نشر مذهبهم في أوساط الشعب الجزائري إلى درجة أن العديد من الأئمة حذروا من استفحال هذا التوجه الديني وخطره على المذهب الملكي الذي تتبعه الجزائر. قمة محتملة بين السيسي والسبسي وبوتفليقة بالجزائر، تقول جريدة الموعد اليومي قمة محتملة بين رؤساء الجزائر ومصر وتونس، حيث رجحت مصادر حزبية تونسية أن ينعقد اجتماع القمة بين رؤساء عبد العزيز بوتفليقة والتونسي القائد باجي السبسي والمصري عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير المقبل، وهذا الاجتماع قد يتم على الأرجح في الجزائر بعدما احتضنت القاهرة اجتماع وزراء الخارجية السبت الماضي وفق المصادر ذاتها. نذهب إلى جريدة البلاد، تسهيلات كبيرة لمنح العقار لأصحاب المؤسسات الصغيرة، نقرأ في الصفحة الخامسة من الجريدة، صدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في جريدة الرسمية رقم 2، ويهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001 إلى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناورة. جريدة الشروق اليومي، 300 تخصص ضمن قائمة المهن الشاقة والمفاوضات مستمرة. أوضح رئيس كونفدرالية المؤسسات الجزائرية بوعلام مراكش أن قائمة المهن الشاقة التي سيتم إدراجها وفق مرسوم استثنائي يتعلق بقانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري لن يتم الفصل فيه بالشكل النهائي من طرف الكونفدرالية لحد الساعة، إلى أنه توقع أن يصل عددها إلى 300 مهنة بالنظر إلى خصوصية كل مجال. جريدة المشوار السياسي، جمعية علماء المسلمين تندد بممارسات وزارة التربية، الصفحة الرابعة من الجريدة، يتواصل مسلسل تراشقات الاتهامات بين جمعية علماء المسلمين الجزائريين ووزارة التربية الوطنية
حيث اتهمت هذه المرة الجمعية الوزارة بإسقاط مادة التاريخ ومادة التربية الإسلامية المسابقة فيما بين المتوسطات التي ستجري اليوم عبر مختلف ولايات الوطن وفرض مادة اللغة الفرنسية في هذه المسابقة محملة إياها مسؤولية مواصلة التعدي على الهوية الوطنية. لدباب ضياف يطمئن لا تراجع عن مجانية العلاج، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن مشروع وزارة الصحة لم ولن يتراجع عن مجانية العلاج تحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت من قبل عدم تراجعها عن مجانية العلاج. وقال عبد المالك بوضياف أن مشروع قانون الصحة الجديد يحمل أكثر من 470 مادة قابلة لإطراء عدة من قبل لجان وطنية ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة. لسوار دالجيري قارورات غاز جديدة أكثر أمانا في السوق الشهر المقبل. تعتزم مؤسسات نفطال لإفراج عن نموذج جديد لقارورات الغاز تم معالجتها وفق تدابير تكنولوجية متطورة لأمن أكثر وحماية لمستعمليها، وسيبدأ التسويق لهذه القارورة الجديدة حسب ما أكده الرئيس المدير العام حسين ريزو لمؤسسة النفطال خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة بالتوازي مع سحب القارورات القديمة من السوق، حيث ستحافظ المؤسسة على نفس السعر المقدر ب 22700 أو 2870 دينار جزائري الواحدة وملئها ب 2000 أو 200 دينار جزائري. نصل إلى المختصرات مشاهدينا الكرام. عمار تو وحروبية يدخلان عالم المال والأعمال. تقول جريدة النهار ينظم وزير النقل السابق عمار تو برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق رشيد حروبية ندوة صحفية تنشطها المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولون. ويبدو أن الوزيرين السابقين قررا تطليق ساحة سياسية والانضمام إلى منظمة أرباب العمل تمهيدا لدخول عالم المال والأعمال. وقت الجزائر عيسى يقتفي أثار الموسوي. يعتزم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى القيام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المسيلة مطلع الأسبوع المقبل، يتخلل حضوره ملتقى وطنيا حول الزوايا سينظم ملتقى حول الزواج ينظم في بلدية سيدي عيسى، هذه الأخيرة تقع في منطقة النشاط نشطة بزوايا على غرار زاوية بالعموري والهامل بالقرب من بوسعادة واللتان حل بهما مؤخرا الدبلوماسي الإيراني أمير الموسوي. نختم بالوالي العاصمة عبد القادر زوخ. لم يتمكن والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ من تمالك نفسه خلال زيارة عمل قادته إلى المركز النفسي البيداغوجي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشور في العاصمة، حيث شهد وهو يذرف الدموع بمجرد التفاف أطفال المركز حوله عند دخوله المركز. مشاهدينا الكرام، هذا أهم ما كان في جعبتنا من عناوين صحفية ومن أخبار نقل